بلاش والنبي يا معلم والنبي يا معلم ده راجل كبير ما يستعملش ضربة والنبي ايه دي؟ والنبي ايه اللي حصل للمعلم قضايا؟ ابعد يا شلاح فانت بدل ما غزك ما تبطلش تقرع يا قضايا بطل نوش يا زين وخليك في حالك استنى يا زين استنى لحد انت حرب لحد ما خلص على الراجل بطل يا زين بدل ما احط عليك طب وريني يا قضايا هتحط على ازاي استنى يا زين بقول لك فيها يا قضايا نوفل عمل لك ايه بره منك الموضوع ده حربي وخد صاحبك واكسح من هنا المعلمه انشرح سبق وقالت لك بلاش عوق في المصلحه يعني لو وصلنا اللي بيحصل ده مش هيبقى حلو علشانك بتهددنا يا حربي ابصم يا تاريخ اشهدوا يا حاره كله يطلع ورا ولم حربي بيهدد قضايا سيبه يا معلم سيبه لا يروح في ايديك وتجيب لنفسك مصيبه انت مش قدها ماشي عطيات اصبر عليك يومين يومين بس البت لو ما ظهرتش هخلص عليك انت وجوزك وهعرف اجيبها وبرضه هخلص عليك انت وجوزك ايه بابا نام المولد اتفض والسيرك خلص كوتش دورم حصلوني ايدك عم نوف على مهلك على مهلك سندك يا اخويا قدر ولطف يا دعاء سابت البيت وطفشت عم نوفن ايوه يا راحت فين يا حلولي يعني احنا لو نعرف راحت الموقوسه فين كان حصل ده كله لو امسكها بايدي وعصفت الرقبه ايه هي السبب في كل اللي بيحصل وايه علاقه قضايا بدعاء المفتري هو السبب في طفشانها عايز يتجوزها غصبانيه والكلام ده حصل امتى امبارح اتخانقت مع عطيات وسابت البيت ومشيت ولحد دلوقتي لسه ما رجعتش وانت موافق على الجوازه دي يا عم نوفل ما باليد حيلة يعني ايه ما باليد حيلة؟ موافق ولا ما انتش موافق؟ ايه ايه يا زين في ايه يا اخويا؟ انت شحشرك بينا مالكش دعوة يلا يا اخويا عشان تسند طولك عجايب سلامتك يا نوفل يا اخويا قدر ولطف يا عمهم مش يلا بينا؟ بابا ضايع يتجوز دعاء؟ ده لا يمكن يحصل ابدا طب وانت فالق نفسك ليه؟ هي البت دعاء دي تمك في حاجة؟ جرايا حربي هي مش دعاء دي بنت حتتنا برضو ولا ايه؟ جرايا حربي دعاء دي بنت الحتة بنت الحتة بنت الحتة والنبي يا بركة وحياة ابوك مش طالبة هزارك خلاص يا عم زين خلاص هو بس بقى بركة بلاش هزارك البايخ ده يلا نكمل فطارنا ونشرب الشاي زي ما انه برد يلا اللي يقول لك ما باليد حيلة قال بنت زي دعاء دي يوم ما تطفش تسيب البيت تروح فين يعني؟ تروح لها قضايا يا عم فكها بقى بهزر معاك في ايه؟ يا عم تلاقيها راحت عند اي حد من زميلاتها في الشغل سابت الشغل بقالها يومين تشغلش بالك يا عم زين مسألها هترجع يعني هتروح فين؟ ما هو ده اللي مجنني حربي هتكون راحت فين يعني؟ جري يا زين ما هو زي ما قالك حربي بقى مسألها ترجع انت بس قول يا رب يا رب يا بركة يا رب ولا كيمو أكيمو عمي وعم عيالي جهزت المطلوب باشا عدة بيا بيا وبتتكلم لوحدها أصل بكام دي؟ يعني مية يا عم أنت فاكرني خواجة؟ دي تلاقيها مشايسة وقلب عداد هما باريستين حلوين أوي 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 كيمو لا لا باريستين يا صح طب إزاي باريزة كمان؟ ماشي أكيمو باريزة كمان مش خسارة فيك باشا بس بقول لك إيه؟ أمرني ثلاثة شاي بقى مكان اللي بيرزوا دول عناية يا نجم تلاتة شايل البقوات بسرعة يا نستفتح بقى بأحلى مكالمة عالصبح دنيا دنيا بيت يا دنيا دنيا انت يا بيت ايه ده ايه ده ايه في ايه في ايه ده ايه تليفونك عمال يرن من الصبح اصحي ردي طب ما تردي ردي على بيت وسألوا انا نايمة يا اختي انا مالي يا اختي وانا ارد ليه على تليفونك انا ردي يا دنيا ردي ردي بطلي هبل بقى الو صباح الفل على احلى بنت فيك يا مصر مين معايا ده حته تنسى الصوت انا حرب يا بت يا نهار اسود مين يا دعاء ده حرب يا دنيا
ده هيلي يكون عارف ان انا هنا. حربي. الو الو. يا حربي السلك اتقطع ولا ايه؟ انا مش فاهم ايه اللي حصل مع ان النمره مظبوطه. يا عم انا قلت لك دي بنت واطيه ملهاش اصل، بنت السايس. ده هي اقفل السكه في وشها، سيبك منها خليها تتقدم وتتربى. يا نعم. الله مالك كده يا اخويا بتقولها من غير نفس؟ يعني تقفلي السكه في وشي وعايزين اعمل لك ايه في التليفون؟ ارقص لك؟ يا غبي ده مش انا اللي رديت عليك. امال مين اللي رد يا اختي؟ دي بنت شغاله بتجيلي تنضف لي الشقه كده كل اسبوع. خلاص حصل خير. قولي لي قابلتي عنتر بيه امبارح؟ اه قابلته. وقال لك ايه؟ كل خير ان شاء الله ما تقلقش. جاري معاك يا بنت ما تكلميني عدل، وافق ولا ما وافقش؟ وافق يا حربي وافق. تقولي كده من الاول وقعت قلبي الله يخرب بيت عقلك. بعد الشر على قلبك يا حربي. طب اسمعني بقى كويس بطل هالفتره، اصل كده هنام منك. قولي يا حبيبتي قولي يا عينيا يا روح قلبي من جوه. اه ايوه 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 عارفه. ها وامتى الكلام ده؟ قلت لك ايه يا بنت؟ تخلص المصلحه بس وانا مش متاخر عنك في اي حاجه. يلا خش انت كملي نومك وانا بالليل هتصل بيك اقول لك ايه اللي حصل. سلام يا احلى دندن فيك يا مصر. قالت لك ايه؟ كل خير. يلا بينا. ها كان عاوز ايه منك الواد حربي؟ ما تخافيش يا اختي قوي كده، كان قصدني في خدمه والحمد لله ربنا وفقني فيها. ما سالكيش عليا ولا جابش سيرتي؟ لا يا اختي ما جابش سيرتك. قولي لي بقى يا سمسم انت ناويه على ايه يا اختي؟ ولا ما انا عارفه يا بنت دنيا. انا شايفه انك قدامك حل من الاثنين، يا اما ترجعي لخيال المقاتل اسمها عطيات وتتجوزي اللي اسمه قبضايا ده، يا اما تشوفي لك شغلانه. انا رجوع مش راجعه. يبقى يا اختي لازم تدوري لك على شغلان. محسساني ان الشغل سهل قوي يعني، مش فاهمه. بقول لك ايه، اكلم لك عزام تيجي تشتغلي معايا في الكباريه. هتقولي لي كباريه تاني يا دنيا؟ وماله يا اختي الكباريه؟ مش احسن من العيشه الهباب اللي انت عايشاها ترجعي القبضايا وعطيات؟ انا اشتغل في كباريه ازاي انا؟ اه يا اختي كباريه، ماله الكباريه؟ انا بشتغل في الكباريه، شايفاني يا اختي ناقصه ايد ولا رجل؟ وبعدين يا اختي انت بتشتغلي في كافيتيريا وهناك شغل هنا وشغل، لكن هناك بتاكلي عيش بلدي ومعايا ان شاء الله هتاكلي عيش فينو. وانت حره دوري كده الموضوع في دماغك وارسلك على بر وردي عليا يا دودو. والله وصدقت بنت رز عشان تصدقني لما اقول لك اني مش اي ولا زي يا زين. طب انا هنروح لمين هناك؟ قالت اسال على واحد اسمه مفيد، صعب الله يطلع اسمه على مسمى. قول يا باسط. ايوه كده احبك كده احبك احبك اموت فيك يا زين. احشر. لو سمحت يا اخ. تحت الله. قال لي استاذ مفيد فين؟ هو اللي واقف هناك ده. طيب تشكر. صباح الفل يا عم. صباح الفل. انا حربي حربي المهدي. عنتر بيه كلمني وقال لي انك جاي، بس انا مش عارف انت عايز ايه بالظبط. اي مخلفات عندكم يعني عايزين نشيلها؟ مخلفات ايه؟ احنا مش في المنور هنا عشان تقول لي مخلفات. عسليه قوي الاستاذ مفيد ده. لا يا ريس هو يقصد يعني اي حديد اي خشب اسياخ تسليح اي حاجه كله هيمشي يعني. الحاجات دي بنشاورها في المخزن اللي هناك ده. احنا بقى يا باشا عايزين ناخد كل الحاجات دي ونريحكم منها. واللي تؤمر بيه احنا سدادين. عمال. ايوه باشا. تعال. عمر يا فندم. خد الجماعه دول واطلع بيهم على مخزن المخلفات. تحت امرك يا استاذ مفيد. خليك معاهم. انا ايوه. اتفضلوا يا جماعه. سلام. قول يا رجاله. يا النبي يا بنت بالله بصمت لك بالعشره يا ابن المهدي، شكلها كده هتنفق معاك بجد ولا ايه؟ هتنطقنا في العالي. ده كنز علي بابا يا جدعان. انا لما دعيت قلت يا رب، قلت ربنا هيكرمنا، بس ما اعرفش انه هيكرمنا قوي كده. عرفت انا بحبك ليه يا بركه؟ يا بركه انت صدقني ربنا كرمنا عشان انت والواد زين من هنا حلوين. يا دي انت احنا من هنا حلوين بس انت من هنا احلى عشان انت بركه يا بركه. اضحك على ابوك.
ايه لقيتوا حاجه تنفعكم؟ كله يا باشا، كله ينفع. كله نويت تشيله في المخزن كله؟ ده لو ما كانش عندك مانع يعني مفيد بيه. ان شاء الله هتشيله في المخزن كله في علبه البلوبيف دي. انت قريته من الاول الباشا عايز. لا يا باشا، هي ساعه زمن اجيب عربيات تحمل البضاعه على قد ما يقدروا يعني. اول بقى ان شاء الله كده يوم ورا يوم لغايه ما نفضي لك المخزن ده ان شاء الله. بس يعني في نقطه كده لمؤاخذه صغيره كنت عايز اتكلم معاك فيها. نقطه ايه؟ يعني لو ينفع بس يعني بعد اذنك تصبر علينا شويه في تمن اول حموله. ليه؟ واحنا بنقصد غساله هنا ولا ايه؟ لا باشا، بس يعني على بس ما نصرف البضاعه ونقبض تمنها. في الاول بس، لكن بعد كده اي حاجه هناخدها هندفع فوري وكاش كمان. انا ما اعرفش اذا كان عنتر بيه هيوافق على حكايه الشكوك دي ولا لا. وما يوافقش ليه يعني؟ واحنا ننصب عليه. لو تحب اطلبه لنا على الموبايل واحنا نتكلم معاه. اطلبه اطلبه اطلبه. اهو عنتر بيه جه اساسا. يلا كلموه سالوه. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه عنتر بيه. الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك يا توفيق. اتفضل يا باشا، اتفضل. اهلا عنتر بيه يا راجل يا وباه. اهلا يا ابني. انا يا باشا والله مش عارف اشكرك ازاي ولا اقول لك ايه على اللي عملته معانا. جميلك ده يا باشا هيفضل في رقبتي طول العمر. العفو العفو، على ايه يعني؟ مين ده هامه فين؟ ده حرب يا باشا اللي سعادتك كلمتني عنه النهارده الصبح. حربي؟ انا حربي يا باشا اللي دنيا كلمتك عني. ايوه 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 افتكرت. من فين؟ شوفوا عايز ايه وريحه على الاخر وحصلني على المكتب. ريحه؟ ريحه ايه؟ ربنا يخليك لينا يا باشا وما يحرمناش منك ابدا. شفت يا عم مفيد؟ اقول لك ريحه على الاخر. حاضر يا اخويا هريحك. سامل حسابك. المره الجايه البوكه على راس الميت. روح هات العربيات وتعالى شوي اللي انت عايزه. ماشي يا عم الشباب. ومسيرنا لما نشتغل مع بعض تعرف ان حرب المهدي قد كلمته. بركه. روح انت المخزن هنا وافرز البضاعه لما نجيلك. امورك ماشي؟ ماشي يا عم مفيد، شكلك كده طلعت اسم على مسمى. بالاذن. سلام. يلا بينا تاني.